السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخوكم علي باريش، دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغربي العظيم. أنا الإخوان غنسمعكم البلاغ ديال البوليزاريو بالراديو والتلفاز ديالهم، غنسمعوا إن شاء الله في الفيديو كيقولوا الأسماء اللي كيتخيلوها ديال القتلة ديال الجنود. اليوم بالمناسبة اللي ما عارفش راه خرجوا البيان رقم 454، والبيان صدرت فيه واحد العدد كبير، قال لك من الاسماء ديال الجنود مغاربه قتلوهم بالاقصاف ديالهم، وقال لك كذلك دمروا واحد راجمات صواريخ. كيضحكوا عليهم، ولكن اللي بغينا نركزوا فيه اخوتي انا وبغيتكم تركزوا معايا فيه هو الاسماء ديال هاد الجنود اللي كيتخايلوا هما. شوفوا واش هاد الاسماء عندنا حنا هنا في المغرب، والله ثم والله إلهي أسماء من المشرق، أسماء المصريين والسوريين والفلسطينيين والأردنيين واللبنانيين. إحنا ما عندناش هاد الأسماء في نهائيا في المغرب نهائيا. محمد حسن، محمد محسن، علامة رباني. ركزوا معايا أخوتي مزيان، غنسمعوا الأسماء ديال هاد الجنود اللي كيتخايلوهم بأنهم قتلوهم بالأقصاف ديالهم، وشوفوا واش هما اسماء مغربيه ولا ماشي مغربيه. نزيدكم، نزيد هاد عناصر البوليزار اللي كانوا كيسمعوا دريك، راهو في القوات المسلحه الملكيه الجيوش والجنود المغاربه اليوم راه 50 ولا 60% منهم ولاد الصحراويات، راه اسماءهم اليوم الله سالك وسالم وولد سالم ومحمد وسيدي محمد. ما عندنا نهائيا هاد الاسماء اللي راك تسمعوا، حسن وحسن محمد وحسن بن ادي، ما هي اسماء نهائيا. احنا في المغرب عندنا اسماء مغربيه حره، سياني اللي منها صحراويه ولا امازيغيه، واللي كيسيروا الدرونات، مسيرين الدرونات. تعرفوا ان الدرون تقصف في المناطق العازله وتصيد فرقشيه البوليزاريو، تقدر تسير من الرباط، من العيون، من الداخله، من بوجدور، من السماره. اللي كيسيروها الاولاد الصحراويات الاحرار. سمعوا اخوتي هذا البلاغ ديال البوليزاريو، حياكم الله ويحيى الشعب المغربي العظيم. المساعد عدناني عبد الله، الرقيب سكاح حسبان محمد، المساعد اسواك محمد محسن، الرقيب اول زوج محمد ولد كلثوم، العريف طماطري الزين، العريف يملى مصطفى، الجندي صافي خالد، الجندي صافي محمد، الجندي علامة رباني. وقد تمكن حماة المجد والكرامة من تدمير راجمة صواريخ في منطقة الشاظمية قطاع المحبس، فيما اندلعت النيران في قاعدة للعدو في رصودي الصفا قطاع السمارة.